استوعبتي امتى بقى ان انتي ماما بجد؟ يعني ما هو برضو في الصدمه دي بتاخد شويه ايام احيانا. لا هو انا لسه ما استوعبتش ان انا يعني انا كل شويه ابص له كده اقول له انت بتاعي انا يعني انا خلفتك انت. فلسه لا لسه يعني لسه ما استوعبت تالي الامومه بقى الامومه دي هتبان قدام شويه انما انا حاسه ان انا مش عارفه. انا عارف ان علاقتك بمامتك قويه قوي. ده صحيح قريبه جدا هي يعني بصي انا بعتبرها البيست فريند بتاعتي اللي هو صاحبتي الانتيم يعني بحكي لها كل حاجه بتكلم معاها في كل حاجه بتنصحني نصايح مش مجرد انها ام ومش يعني بتقلب شويه يعني اقول لها انسي بقى ان انت مامتي دلوقتي خلينا نتعامل كاصحاب قولي لي اعمل ايه وبحب اخد رايها في كل حاجه حتى في شغلي يعني دايما ابعت لها ساعات ببعت لها اصلا السيناريوهات الاول اقول لها اقريها مستاهله ان انا اقراها ولا لا يعني واحده واحده.